المحادثة الثالثة، الحمية. أنت نحيف يا أخي، هل تمارس الرياضة؟ نعم، أنا أمشي ساعة في اليوم. وكم وجبة تأكل يومياً؟ أكل خمس وجبات. خمس وجبات؟ كيف؟ الفطور والغداء والعشاء ووجبة خفيفة بين الغداء والعشاء ووجبة خفيفة بعد العشاء، لكن آكل قليلاً في كل وجبة. وكم وجبة تأكلين في اليوم؟ آكل ثلاث وجبات يومياً، الفطور والغداء والعشاء، لكن وزني مرتفع جداً، أنا بدينة. هل تمارسين الرياضة؟ للأسف لا، لا أمارس الرياضة. أنت تحتاجين إلى نظام غذائي. نظام غذائي؟ هل تعني حمية؟ نعم. هل لديك حمية مناسبة؟ لا، أنت بحاجة إلى زيارة طبيب مختص في التغذية.